لصالح نادي المصرية للاتصالات. عفروتو وركلة حرة من ناحية اليمين لنادي المصرية للاتصالات، تتلعب على طول الكورة، ادي داخل منطقة ال 18 وادي الرأسية وادي الهدف الأول، ادي الجول الأول للمصرية للاتصالات، يسجلوا الجول الأول عن طريق بقى مين؟ عن طريق اللاعب البديل وهو اللاعب أحمد محمود اللي نزله عمرو أنور مع أحداث الشوط الثاني يكافئوا ويسجل الهدف الأول للمصرية للاتصالات. الكورة اللي كانت موجودة عرضية من عفروتو، لكن اللاعب اللي بينزل بديل بيبقى أسعد واحد هو المدير الفني. بص الكورة اللي كانت موجودة من عفروتو داخل منطقة ال 18 وادي عند شيكا، وادي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا محمود يا ولد يا احمد يا محمود، ادي بص خبطت عند شيكا، وادي على طول احمد محمود كان واقف في المكان والزمان المظبوط وقدر ان هو يسجل هدف التقدم لنادي المصرية للاتصالات، يتقدموا على نادي اسوان. بص خبطت في شيكا وراحت على طول عند احمد محمود، اتاخر شويه اسلام على ما طلع، كان احمد محمود غمزها براسه وسجل الهدف الاول لنادي المصرية للاتصالات. اذا الاتصالات يتقدموا على اسوان. قلت لحضراتكم لو في هدف تم تسجيله